ادخل في قصة ان انا اقعد بقى اشويها واخليها واعمل جو في البيت كله، يعني دخان وحاجات بالظبط. من دي والريحة بتاعتها اطلعها ازاي. يعني كتير من كمان البنات بيفكروا في كده، يعني دايما ان هما يتخلصوا ازاي قبل ما هعملها هتخلص من الحاجات بتاعتها ازاي. والرنجة بقى بتاعتنا لا ليها ريحة نهائي اه اصلا، يعني حضرتك لو جيتي مثلا قدامك الباكت او حاجة استحالة تكتشفي انها رنجة غير لما تقربي قوي منها، فساعتها تعرفي انها رنجة. لا مفيش ريحة خالص، ده برضو نتيجة انها اتصنعت من الاول صح واسلوب صحيح، فدي رنجة صحية ما بيكونش ليها ريحة. الرنجاية نفسها لما حضرتك تمسكيها ليها لون ذهبي، اللون دوت المفروض ما يخرجش في الايد. معظم الرنجة اللي بنشتريها طبعا واحنا بننضفها بتلاقي شوية اللون خرج في الايد، اه ده معناه ان هم حاطين اصلا لون ذهبي علشان الناس لا وهي بتشتري. معناه ان هي اتخزنت واتدخنت بطريقة غلط، بسرعة والله بسرعة سريعة، ما خدتش وقتها، اه اتصنعت غلط اللون ما يطلعش، ده معناه ان هي خدت صح. وقتها. والسمكة نفسها صحية، ومن ساعة ما خرجت من البحر فهي اتعاملت بطريقة صحيحة جدا في التخزين وفي الحفظ. ده كل ده حاجات مهمة جدا ان احنا نوصل هل الرنجة دي صحية او لا. صحيح، لان هو اصلا يعني كتير زي ما بقول لك اطباء نيجي ساعه شم النسيم نلاقي ليه حذرت؟ الناس كتير كلها بتتكلم، واحنا كمان هنا بنبقى بننصح الناس يا جماعه ما تاكلوش كتير، اتاكدوا من المكان اللي هتجيبوا منه، ما تعملوش في نفسكم حاجه تندموا عليها بعد كده، يعني حاجات كتير جدا لانه الناس بتبقى حابه وده بيبقى موسم وناس كتير بتبقى عايزه عندنا هنا تاكل منه. رغم انه في اوروبا لو مثلا حد عايز يقوي المناعه بينصحوه باكل الرنجه من كتر ما الاوميجا 3 غنيه جدا فيه. ليه هنا بيتقال كده؟ لان احنا بتتصنع هنا مش بالطريقه الصحيحه قوي. بس مؤخرا بصراحه المصنع اللي موجود في بورسعيد ده حاجه مشرفه جدا جدا جدا، وهي دلوقتي اللي بيصدروا بره. واكيد برضو في مصانع محترمه، بس هي الفكره ان احنا نتاكد من المصدر بالظبط، اللي احنا نتاكد بناخده من منه، لان المصدر طبعا اللي احنا بناخد منه للاسف في ناس بتبقى زي ما انت بتقولي عايزه يعني تستفيد من الموسم، فتبتدي انها تخلي الحاجات دي او يعني تخزنها بسرعه وتعملها بسرعه صحيح وتاخدش الخطوات السليمه بتاعتها، وده اللي احنا بنقول عليه دايما مصانع تحت بئر السلم صحيح. وملهاش يعني مكان ولا ليها تصاريح ولا ليها ولا ليها، فكل الحاجات دي حاجات مهمه ما بنقولهاش كده هباء، يعني علشان خاطر سلامه صحتنا وعلشان لما ناكل حاجه نستفيد منها ما تسببلناش صح اضرار. صح بنقدم بقى زي ما انا شايفه الساندوتش ليه شكل كمان عندنا اشكال مختلف. مختلفه جدا. عندنا الانجليش ساندوتش ده في توست، وعندنا منه نوعين، في اللي هو اللي بيعمل رجيم وفي التوست العادي، وعندنا عيش عراقي بيتعمل ده بيتعمل فيه ساندوتش اسمه الاكيل، ده عباره عن بطارخ. ده اللي سلمى بتعمله لا دلوقتي؟ للاسف احنا واقفين العيش العراقي من ساعه موضوع الكورونا، لان هو بيتعمل في مخبز بلدي شويه، فانا بخاف ان اللقمه ما تكونش صحيه. اكيد هو مش لابس كمامه لان هو بيتعمل لنا احنا مخصوص، المخبز بلدي مش هتفرضي عليهم البس كمامه وانت بتصنع اللقمه او كده، فوقفناه بصراحه في فتره الكورونا دي خالص. بنتعامل دلوقتي في لقمتين بس، في التوست وفينو بنجيبه من مكان معين، مصدر موثوق منه، مكان محترم جدا. اللقمه بتبقى عامله هشه جدا ومخبوزه برضو بالزبده واللبن ليها طعم معين. عايزه اعرف سلمى بتعمل ايه دلوقتي؟ بتعملي ايه يا سلمى؟ ده في العيش السوداني. بتعمل عيش سوداني ده زي الاكيل بالظبط، بيبقى ميكس بطارخ على الرنجه وعلى الذره الحلوه برضو والريحان والكلام ده كله، وبتحط فيها برضو صوص الميمو بديل للعيش العراقي بس، فبيتعمل فيه. واوقات برضو بيتعمل في العيش التاني اللي احنا بنعمله ده، اوقات في ناس بتحب اللقمه دي واللقمه دي، فاحنا بنعمل ميكس بين الاثنين. يعني عشان تلاقي حد يطلب منك العيش اللي هو الفينو وناس تطلب العيش مثلا اللي هو البلدي او الشامي او السوداني. ناس ما فيش ناس متقبله مثلا ده فبتحب ده، وفي ناس جربت الفينو حبوه جدا، اللي هو عشان التقليدي طبعا بتاعنا بتاع العيش البلدي والكلام ده. طب يعني انا اللي اعرفه ان الرنجه يعني الناس اللي بتاكلها بتاكل عيش كتير قوي، كميه جدا كبيره. لا بس احنا بنعمل اللقمه بتاعتنا لما بتاكل عيش في كتير المكان. عشان بتبقى الرنجه مالحه، لكن دي مش مالحه خالص، زيرو مالحه خالص. وانا عندي برضو في البارتيشن بيبقى فيه لافندر من كل حته، فما فيش اي ريحه خالص، فالناس حتى ما بتيجي تقول هو ده محل ورد، طب ده مش عارفه ايه، فمش متخيلين ان محل ورد رنجه. بالظبط، متخيلين في بارتيشن رنجه يعني فتح والناس متقبلاه حلو جدا، يعني اول مشروع يعتبر اتعمل، ف حاجه جميله جدا. جميل، حلو قوي. انت اللي بتروحي وانت بتشوفي، يعني قولي لي مين اللي موجود في المكان؟ سلمى. سلمى بصراحه دراع اليمين. انا الاول في بدايه المشروع انا عارفه سلمى طبعا، سلمى بنتي بعتبرها بنتي،
بنتك. اعتبرها بنتي حبيبتي يعني، وانا بثق فيها، هي الوحيده اللي عارفه سر الصوصات، محدش يعرف خالص رغم ان شغال معاها كذا حد، بس محدش يعرف. هي مديره المكان وهي اللي اتمنتها على سر الصوصات، لانه كان مجهود بالنسبه لي شهور. اتعلمت قبل ما نفتح المكان، قعدنا حوالي شهرين بتجيلي البيت وبنقعد مع بعض وبنعمل تستات وبناكل الناس في الشارع وبناكل الجيران وبناكل حوالينا. طب كويس، كان فين الفتره دي؟ بس لحد ما خلاص طمنت جدا من وجود سلمى، وقفت معاها حوالي اسبوعين، ودلوقتي هي اللي بتدير المكان. وانا بنزل لها مرتين في الاسبوع، الباشمهندسه برده بتبقى بتعدي عليها كل يومين. قولي لي بقى يا باشمهندسه، بتعدي تشوفي اخبار الورد ايه والجو ايه ولا ايه؟ لا بصي، بصراحه زي ما منى قالت، سلمى ممتازه بصراحه، يعني هي قادره تدير المكان كويس جدا. هو انا فكرتي في الاول ان انا اللي كنت بعمل ماركتنج للناس بره، لان احنا في بدايه المشروع جدا. كانت طبعا منى واقفه على طول، هي وسلمى، فكان لازم الناس تفهم احنا اصلا بنقدم ايه. الناس بتستغرب جدا، فكان لازم افهم الناس احنا بنعمل ايه، اغير عند الناس اصلا مفهوم الرنجه، اللي الناس كلها زي ما حضرتك قلتي فاكره ان هي عيش بقى وهنقعد وازاي هاكل رنجه وهاكل رنجه ازاي يعني. هاكل رنجه واروح اشتري حاجاتي واتحرك ازاي، هاكل رنجه وانا يا على طول. لكن الحمد لله يعني كانت من الحاجات اللي بتواجهنا ان احنا عايزين رنجه صحيه 100%. فانا كان بيهمني جدا ان الرنجه من ساعه ما بنستلمها لحد لما تتقدم ساندوتش للجمهور ما تكونش اتلمست تماما. كله من خلال جلافز معينه بطريقه معينه صحيه تماما، بحيث ان انا كمان اقدم منتج كويس للناس، منتج تست كويس جدا للناس، مطمنه جدا في نفس الوقت، مطمنين هم بياكلوه، لان خالص تماما من اول ما بتبتدي تخرج من العلبه بتاعتها وبتتنضف، مفيش ايد ادميه بتلمسها وتتعبى في الباكت وتوصل للمكان، هي بتوصل للمكان متنضفه. ما بيبقاش في ايد ادميه المكان عندكم. ما بيبقاش في اي ايد ادميه لمستها خالص، حتى سلمى وهي بتشتغل على طول كلافزات من قبل موضوع الكورونا. احنا فتحنا قبل الكورونا ب 15 يوم بالظبط. بس ما تعبناش. الحمد لله يعني، بس رجعت وفتحت تاني دلوقتي. هو اكتر حاجه الحمد لله بتدي امل لينا اكتر، يعني برغم وجود الكورونا وانها فعلا يعني جت في وقت وحش قوي بالنسبه لنا، بس الحمد لله يعني ما حدش ضايق حاجة من عندنا غير لما بيرجع تاني وبيقول انها حلوة جدا. الحمد لله يعني تماما. بيعمل يعني بيجيب لنا ناس، بيجيب لنا ناس كتير معاه وهو جاي. بيقول اصلا ان هو ده حاجة مختلفة تماما. يمكن احلى تعليق سمعت ان هي بتنقله لمكان تاني خالص، مش بيحس ان هو بياكل رنجة. بيحس ان هو ده حاجة تانية مختلفة تماما، نقلته لمكان مش موجود في مصر خالص. حلو قوي. فبصراحة الحمد لله يعني. على فكرة رد الفعل ده يعني اهم واحسن كتير من اي حاجه ثانيه نعمل لها دعايه برضو وكل حاجه، بس يعني ردود الافعال الحقيقيه بتبقى مهمه جدا اعتقد ليكوا، لان ده بيحسسكم انتوا على الطريق الصح. غلط، لان ممكن الناس تعمل دعايه حلوه ومثلا تشتغل على السوشيال ميديا وتوصل لمجموعه كبيره من الناس، وبعدين تلاقي ان حد بعت لك يقول لك لا اصلا الشغل وحش ايا كان هو ايه الشغل يعني. فطبعا لما حد بيقول لك الشغل لا حلو والطعم جميل مختلف، أهم حاجة في نجاحنا إن الحمد لله من أول لحظة كان الضمير موجود في أي حاجة بتتعمل، وإن الواحد عنده ثقة وإن هو هيوصل، والحمد لله يعني إنها حاجة هتنجح. أنا بصراحة مامتي كانت ربنا يديها الصحة يا رب، هي اللي علمتني دايما إن أحط هدف قدامي هو حتى صورة بسيطة بس هوصل لها. هي عاشت كده، كانت بتحط الصورة قدامها وتقول أنا في يوم من الأيام هوصل للمكان ده، وفعلا الحمد لله هي عملت كل ده، ربنا يديها الصحة ويخليها لينا. فهي هي اللي ادتني دايما إيه حتة الأمل. يعني الموضوع ده كنت واخداه منها ومن